تجي وحدك في لاصي رفاس يا المحنة يا الجيرواز هو اللي يغلط يخلص في البلاص راكي وحدك في لاصي رفاس. مانيش قادر نستوعب انه الجزائري ما قدرش يحفظ الدرس من هذه الارقام، ما قدرناش نحفظ الدرس، ايه ما خسرنا 5 ماتش ومن بعد. انا نشاهد بالان بدات هذه حملات عدم الخساره. احنا اقوياء، الاقوياء راه في كاس العالم. الله عليك في راس هذه المعيار انه واش راك تحقق المكسب تاعك وشنو هو في النهايه. الناس عايشه في الاحلام وفي الاوهام. مليح نربحوا وين؟ مليح نربحوا يعطيك مؤشرات على انك في تصاعد. شوفوا كنا، كنا لتحت. يعني في عدة مراحل وقت سعدان وقت بالماضي كنا في سلم افريقيا ما راش من اقوى المنتخبات. جاء بالماضي داين كوب دافريك اولى خارج الجزائر، الثانيه في الثانيه في 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 في, في تاريخ الجزائر دو فوا، هذا واش درنا غير كوب دافريك والاولى خارج القواعد، حاجه مليحه ولينا من اقوى المنتخبات، ولينا نتنافس على مع منتخبات اكثر منا قوه ولا ربما من نفس القوه تاع المنتخب الجزائري اوروبيه او افريقيه. شوف المستوى بدا يطلع تاع المنتخب الجزائري، ومن بعد ما رحناش لكوب دي مود وخسرنا لكوب دافريك، عاودنا ولينا الكاس دي بار. اليوم السلسله تحسبها من المستوى يعني الادنى، المستوى الادنى كي تربح مع طنزانيا ولوغندا ماهيش ريفيرونس، ومن بعد تربحهم تربح دير 60% ديفات وما تروحش لكوب دي مود وما تديش كوب دافريك، ما عندها حتى ما يمكن انني نقدم حكما على المنتخب او فريق بناء على احصائيات، لان الاحصائيات تجمع بين اجيال مختلفه من اللاعبين. يعني لو فزنا في 10 مباريات منها 5 في بدايه الالفيه ما راهيش معيار. الارقام والاحصائيات جميله ترفع المعنويات، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها للحكم على ان المنتخب يسير بثبات او انه في تراجع من حيث المستوى. اكيد انه اليوم فوز امام منتخب قوي او منتخب لم يتاهل الى المونديال، ولكن يبقى من افضل المنتخبات الافريقيه ويعتبر من يعني فيريتابل تيست بوليك ناسيونال. الفوز ثم الاداء، الصمود، اقول الصمود مقارنه بمباراه غينيا، هذا هو الطرح الصحيح. ممكن انه الاحصائيات تغلطك تقول انا عندي دي ماتش وي ماتش ربحت 10 مع نيجيريا وخسرت 8. نعطيك دليل واضح، الارقام مليحه معنويا لكن ماهيش معيار، مثل ما كان يقول بالماضي 35 مباراه دون هزيمه شفناها على اننا منتخب قد يفوز بكاس العالم، فخرجنا من الدور الاول متذيلين المجموعه وربما المنتخبات المشاركه من كاس امم افريقيا ولم نتاهل الى كاس العالم. ماذا فعلنا ب 35 مباراه دون هزيمه؟ ثم امام منتخب الكاميرون حقق بالماضي اول انتصار للجزائر على الكاميرون، اول انتصار للجزائر على الكاميرون وفي الكاميرون، كانت نتيجه اكثر من رائعه في الدور الفاصل مباراه الذهاب. لكن رغم ذلك الانجاز الكبير لجمال بالماضي امام الكاميرون لم يتاهل الى كاس العالم، لانه في لقاء الاياب سجل اول هزيمه للمنتخب داخل القواعد. هذه الارقام اللي ممكن ترفع لك المعنويات ولكن ممكن انها تغلطك وتعطيك يعني صوره غير حقيقيه على المستوى.